المخدرات يواجه شبابنا ويتسبب في المزيد من الجرائم التي ترتكب والتي وصلت إلى حد لا يمكن بالفعل أن يقبله أحد. أنواع جديدة وغريبة، الشابو والشادو والاستروكس وغيرها، هذه المخدرات الغير مجدولة في الجدول والتي يمكن في ضوئها محاسبة مرتكب الجريمة أو موزعها تترك أسئلة عديدة ومتعددة. يشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم بكلية الطب قصر العيني. دكتور أهلا وسهلا بيك. أهلا. أنت شايف الحالات منتشرة اليومين دول بالذات عندنا في الصعيد، الشاب ومنتشر بشكل غير عادي، والأنواع دي بتتسبب في جرائم، يعني بتفقدهم حتى القدرة على التركيز فيقتل الأب ويقتل الأم ثم يصرخ بعد ذلك نادما. كيف نواجه هذا الأمر الذي يتصاعد ويتزايد؟ بص حضرتك، احنا عندنا نوعين الحقيقة بيلوموني جدا من ضمن الحاجات المستحدثة اللي انا بسميها المخدرات المستحدثة، عندك الستروكس وعندك الشابو. تعال نتكلم على الستروكس، وده مشكلة كبيرة جدا لانه رخيص قوي، وده عبارة عن بيجيبوا اعشاب ويبخوا عليها اي مواد كيماويه، كل تاجر بيرش اللي يعجبه، يعني بيجيب مواد كيماويه ويدوبها في اسيتون او الكحول ويرش. هيرش قد ايه؟ محدش عارف. الحاجات اللي بيضيفها مع بعضها بتتفاعل ولا لا؟ محدش عارف. وبيكون تاثيرها مباشر على الجهاز العصبي بالنسبه للشخص اللي بيدخن هذه الاعشاب، وبتخليه يفقد السيطره على نفسه، بتخليه مش حاسس باللي حواليه، بيتخليه يعيش في بيئة تانية خالص غير البيئة الواقعية اللي هو موجود فيها، وبالتالي ممكن يعمل أي حاجة. المشكلة إن المواد الكيماوية اللي بتضاف دي مواد كتير قوي، علشان تاخد واحد منهم بعد ما يتحلل ويتحط جدول لها قواعد وبروتوكولات، وبتاخد لها حوالي من سنة إلى سنة ونص على ما يتحط في الجدول. يبقى هو لو اتمسك، مش هنقول هنمسك المتعاطي، لو اتمسك واحد تاجر معاه 100 كيس من اللي هيوزعهم، هيروح القسم ويطلع بعد كده على النيابة، والنيابة هتبعت للطب الشرعي تحلله وتطلب تحليل هذه المواد ويشوفوا إذا كان موجودة في الجدول من عدمه. اللي بيحصل حتى لو متعاطي هذه المواد ما بتطلعش في التحليل. ليه؟ لأنها مش من ضمن المواد اللي هي مدرجة على التحاليل. بيجيب أدوية ومواد كيماوية مش داخلة في التحاليل خالص، فبالتالي ما بتطلعش في التحليل، فطلع من مبدأ التعاطي. طيب تعال بقى حلل هذه المواد اللي هي العشبية اللي هو رايح الراجل يبيعها، هتطلع فيها مواد كيماوية مش موجودة من ضمن الجدول، فهيروح طالع براء. طيب المواد دي كلها والأعشاب دي واخدها هيعمل بيها ايه؟ ما اكيد هيبيعها، مش هيعملها بخور في البيت، اكيد هيبيعها للشباب. واللي بيخليه يبيع هو مطمئن السريره ويقدر يجذب الشباب، ان يا جماعه طريقه كلامه دايما، ودول الاولاد بيجوا يقولوا لي، احنا يا دكتور نبيل لما خدناها سالناه دي مخدرات؟ قال لا لا، دي زي السجاير بس تخليك مبسوط كده شويه وتهيس تبقى متفرفش، حتى مش جدول مخدرات يا ابني ولا حاجه، ودي هو بيتكلم صح، هي مش جدول مخدرات. فبيقدر ياخد الشباب ويستقطبهم بهذه الطريقة، وهو جزء منه حقيقة وجزء التاني بيخبيه. طيب أنا شخصيا أعرف الجدول اتحط عليه، لأن لما بيعملوا التحاليل ويلاقوا حاجة من دي بيضيفوها إلى جدول المخدرات، فنضاف دلوقتي حوالي 18 مادة إلى جدول المخدرات. أنا شخصيا أعرف 200 مادة، 250 مادة. أمال الناس المتخصصة في هذا المجال ده تعرف كتير قوي، فبيقول لك إيه؟ بلاها 18 مادة اللي محطوطين في الجدول، نستعمل مواد تانية مش محطوطة في الجدول علشان يفلت من العقاب. وأنا عايز أقول من خلال برنامج حضرتك، استحالة استحالة الحكومة أو الدوائر المسؤولة هتقدر تجاري أو تحكم. صحيح. هذا الموضوع مستحيل. ليه؟ لأن في مواد بيضيفوها، مش عايز اقول اسماء، المواد دي احنا بنستخدمها كدكاتره للمرضى لعلاج امراض عاديه.